الاهلي يحسم المباراه وما نبصش للنتائج حد زي ما اتعودنا يعني. ترجع الكره هناك ناحيه الشمال، ادي الانطلاقه ليه الاهلي، ادي المرور الحلو من اللاعب ناجح بيلعب كره عرضيه بالفعل الهدف الاول. يا سلام عليك يا احمد يا شيخ، الهدف الاول في مباراه اليوم، احمد الشيخ بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. لسه بقول لحضراتكم ان شاء الله الاهلي يسجل وما نستناش نتيجه حد زي ما تعودنا، وبالفعل احمد الشيخ يسجل ويفتتح الاهداف الهدف الثالث ليه على المستوى الشخصي في دوري هذا الموسم لهذا اللاعب والاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم. وادي بقى الكره الحلوه من اللاعب محمد عاطف، يا سلام عليك يا محمد يا عاطف، وادي الاخطاء الدفاعيه اللي بنشوفها من لاعبي المقاولون العرب اللي دخلوا في بعض في اللقطه الماضيه، انما شوف المرور وشوف التمويه وشوف الجمال والحاجات الحلوه اللي اتعملت من اللاعب حمزه الدجوي المدافع للاعب الكره العرضيه. وادي اللمسه الحلوه، ادي اللمسه الحلوه من احمد الشيخ، ويفرق ايه الورد عنك اماميه. وتصل الكره في وسط الملعب مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي، وادي الانطلاقه في اتجاه اللاعب محمد هيثم، ولسه والضغط امامنا من اللاعب زيدان ناجح على دفاع نادي المقاولون. وترجع الكره مره ثانيه ياسين عاطف، يا عيني يا عيني على الجمال، حلوه يا ياسين عاطف بيسجل الهدف الثاني في مباراه اليوم. يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب، المره دي بقى استغلوا الاخطاء وقدر ان هو يسدد تصويبه صاروخيه ويسجل الهدف الثاني علشان يسعد كل الجماهير الاهلاويه في مباراه اليوم. يا ولد يا لعيب يا ياسين عاطف، حط الهدف الثاني وسجل الهدف الثاني في احداث هذا اللقاء للنادي الاهلي. اثنين الاهلي لا شيء المقاولون، والاهلي مشاهدينا الاعزاء يقترب بشده من حسم لقب دوري الجمهوريه لمواليد 2007 في مباراه اليوم. وادي الخطا بقى في الدفاعات، وشوف الراجل، شوف الراجل استلم بشكل جيد جدا، ياسين عاطف اللي لديه 8 اهداف وده الهدف التاسع ليه في مسيرته في هذا الموسم، وهدف تعطف. وياسين بقى كان بيتحرك له هنا في اللقطه الماضيه الحقيقه لاعب النادي الاهلي حمزه عبد الكريم، ورجعت الكوره والهدف بقى الثالث، والهدف الثالث الثلاثيه الاهلاويه في مباراه اليوم في احداث هذا اللقاء. ادي بقى الهدف الثالث في احداث المباراه، ده لسه نازل بلال، لسه بقول لحضراتكم بلال عطيه بيسجل الهدف الثالث في مباراه اليوم. يا عيني على الجمال، بلال بابا المجال، يا ولد يا لعيب يا بلال يا عطيه، لسه بنقول لحضراتكم خلوا بالكم مع هذا اللاعب وخلي بالكم مع هذا اللاعب المميز، وسجد شكر للمولى بقى سبحانه وتعالى. ولعيب جميل يا جماعه، لعيب مميز، شوف قطع الكره ازاي وشوف انطلق ازاي وشوف عمل ايه. اللي بيتابع بقى النادي الاهلي مواليد 2008 هيعرف ان اللاعب ده لعيب مميز جدا، اللاعب بلال عطيه، وشوف التصرف بقى.